النوع الثالث من انواع المعارف اللي هي اسمها الاشاره، وعرفناها بانها اسماء او الفاظ وضعت لتدل على مسمى بالاشاره اليه. اسماء الاشاره: هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. هذه اسماء الاشاره: هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. هذا تستعمل للمفرد المذكر العاقل غير العاقل، هذه للمفرد المؤنث العاقل غير العاقل، هذان للمثنى المذكر العاقل غير العاقل، هاتان للمثنى المؤنث العاقل غير العاقل. مثال: هاتان بنتان مجتهدتان. فكلمة هاتان اسم إشارة للمثنى المؤنث هاتان، بنتان اللي هي مثنى مؤنث بنتان وعاقل. كذلك تستعمل للمثنى غير العاقل، مثنى مؤنث، والهاتان صبورتان، صبورتان مثنى مؤنث وغير عاقل. إذا هاتان تستعمل للمثنى المؤنث العاقل وغير العاقل. هؤلاء تستعمل لجمع الذكور والإناث عاقلين، جمع المذكر والمؤنث العاقل. مثال: قل هؤلاء لاعبو كرة القدم. فلاعبو هنا جمع وهم عاقلون. هؤلاء بنات المستقبل، بنات جمع وهن عاقلات. إذا هنا اسم الإشارة هؤلاء استعمل جمع الذكور جمع الإناث العاقلين. مثال: هؤلاء لاعبو كرة القدم، هؤلاء بنات المستقبل. إذا هذه الأسماء، أسماء الإشارة كلها معارف. عندما نجد بالشعر ولا قطعة ولا آية قرآنية نقول استخرج منها معرفة، لو وجدت فيها اسم من أسماء الإشارة نقول هذا اسم إشارة، هذا اسم إشارة، هذا معرفة. شنو معرف اسم إشارة؟ هكذا. هذه الأسماء الإشارة اللي قلنا هي النوع الثالث من أنواع المعارف، نضيف عليها الآن، نضيف عليها هذه تمت دراستها في المرحلة الإعدادية، نضيف عليها الآن ثلاث أسماء إشارة أخرى اللي هي هنا وهناك وهنالك. هنا وهناك وهنالك. هنا تستعمل الإشارة للمكان القريب، وهناك تستعمل الإشارة للمكان المتوسط، وهنالك تستعمل الإشارة للمكان البعيد. هنا للمكان القريب، مثال على ذلك نقول هنا قبر الشهيد عمر المختار. هنا، هنا قبر الشهيد عمر المختار. هنا تستعمل الإشارة إلى الشيء القريب. هنا حقيبتي، هنا بيتي، تستعمل المكان. المكان المتوسط اللي هو لا قريب ولا بعيد نشير إليه ب هناك، هناك. مثال على ذلك هناك أبي، لا قريب ولا بعيد، المتوسط نقول هناك أبي. هناك سيارتي. اللي استعمل الإشارة للمكان البعيد اللي هي هنالك، استعمل للمكان البعيد. مثال: هناك أخي، هناك مزرعتي، هناك مزرعتي. إذا هذه هي أسماء من أسماء الإشارة. عندما يطلب مني في قطعة أو نص شعري أو آية قرآنية يقول استخرج معرفة من هذه القطعة أو هذه الآية القرآنية، وجدت كلمة هنا أو وجدت كلمة هناك أو وجدت كلمة هنالك، نقول هذه معرفة. شنو نوعها من أنواع المعارف؟ اللي هي اسم إشارة، اسم إشارة. هنا يستعمل القريب، الإشارة إلى القريب. هناك يستعمل الإشارة لمكان متوسط، هنالك يستعمل الإشارة لمكان البعيد. بهذا نكون اليوم في هذه المحاضرة تعرفنا على النوع الثاني من أنواع المعارف ذو العلم وأقسامه، وتعرفنا على أسماء الإشارة واستعمالاتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقت في هذا الشرح، وأن تكونوا قد استوعبتم، وإلى أن نلتقي إن شاء الله في المحاضرة لنكمل بقية الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.